وسهلا فيك بحلقتنا لليوم. حضرتك مشتركة بهالحدث السنوي اللي بتنظمه أو بنظمه بنك البي ال سي. بداية نحن هلأ هون مزينين الاستديو بأرانجمان كتير حلو. ياريت بتخبرينا أكثر عن البزنس الخاص فيك كريم. أوكي. أنا بمثل الجيل الثاني من هارت تو هارت. هارت تو هارت حنان يلي هي والدتي مع دلال اختها التوم هن اللي أسسوا شركة هارت تو هارت سنة 1987. هيدي الشركة المؤسسة بتاعنا بتحضير وتنسيق وتسويق للاحتفالات على أنواعها. فنحن بنهتم بالتزيين مثل ما شايفة قدامك وبالهدايا للولادات للأفراح لكل المناسبات للمناسبات الاجتماعية والدينية. وبس بحب شيء لشغلة صغيرة إنه حنان ودلال بعدهم بيشتغلوا بشغف بالشركة وبنفس القيم يلي هي أساس لرؤية هارت تو هارت. حلو، يعني يعطيكم ألف عافية. اسمكم طبعا كتير كبير بالسوق اللبناني وأيضا يعني عم نشوف سامبل هلأ. مرسي كتير يعني زيتنا الاستوديو بهالأرينجمنت الحلوة. كيف تم اختياركم لمسابقة البي ال سي؟ بتعرفي هي مسابقة وكان نحن من الطبيعي أنه نتقدم عليها. نحن موجودين بالسوق كسيدات أعمال مثل ما قلت لك من تقريبا 30 سنة. نعم. فكان من الطبيعي أنه نتقدم. وصلنا للنهائيات. حلو. مع خمس سيدات معنا. أنا بمثل هارت تو هارت. هي في جائزة لومن أنتربرينور أوف ذا يير. هي مقسمة طبعا ومنهم جزء. نعم. صحيح. أنا كتير فخورة أنه كون وصلت. ونحن هلا عم نشوف الصور الارانجمنت اللي حتكون من بيبي وويدنج ديسبلايز وهولي سوفينيرز بنعملهم فور بيبي شاورز. كمان انذر اكزامبل هذه مع الزيتون كثير مهضومه. انا من القطع اللي بحبها كثير بهارت تو هارت. هولي كلهم موجودين على الويب سايت. حلو. نحن انشانا موقع hearttoheartgroup.com هالسنه وعم نبيع اونلاين صرنا. وهيدا انذر ديسبلاي كمان معمول هيك بالوان جديده. هون ولادات اكثر. هولي كلها ولادات وبيبي شاورز. كثير حلوين. على كل حال انا كثير من السيدات اصحابي كثير. انا بعرفكم كثير منيح شخصيا وكثير معجبه باعمالكم. شكرا. كريم بهارت تو هارت. شكرا. قد ايه المشاركه بهيدي المسابقه وبهالحدث السنوي الضخم بيزيد على البزنس الخاص فيكم وبيعمل اضافه لكم؟ طبعا المشاركه كانت كثير مهمه لنا وضوت على نشاطاتنا وضوت على المؤسسة وعلى نشاطاته. فهون بحب كتير اتشكر بنك بي ال سي والوي انيشيتيف يلي هن بيدعموا وبيقدروا كتير الاس ام ايز وسيدات الاعمال بلبنان. حلو. يعني انتوا اكيد مثل ما ذكرتي تاريخ وسكند جينيريشن مثل ما ذكرتي حضرتك، يعني عندكم باك جراوند كثير قوي. مجرد انه عم تشتركوا بهيك مسابقه يعني رح تتوقعوا الفوز، مزبوط ولا لا؟ طبعا. كيف 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 رح تتوقعوا الفوز بهالمسابقه؟ نحن بنتوقع اكيد انه نفوز، بس اذا حلفنا الحظ او ما حلفنا الحظ. نعم. وما فزنا زينا وكلير وكريم ستيل يلي نازلين ضدي وباميلا كلهم اهل للفوز وبيستحقوا. انا برايي المشاركه بحد ذاتها بهذا الحدث بهذه المسابقه هذا فوز لكم. ما في شك لانكم وصلتوا لهالمرحله المتقدمه والمتطوره من الاعمال الحلوه يلي عم تقدموها. ثانك يو. سيدي بنا في كمان سيدات شكلك صرتوا صحبه مع بعضكم. قد ايه كسيده انتم فخورين باعمالكم ايضا؟ بتعرفي كل ست مشتركة معنا وخاصة اللي وصلوا للنهائيات. كل واحدة منهم حققت إنجازات كتير مهمة بحياتها المهنية وهي موضع افتخار للمجتمع اللبناني بكل من دون شك. ما في شك من هذا الأمر. يعني ريم البنا نحن بدنا نتمنى لكم التوفيق. شكرا. أهلا وسهلا فيكم. شكرا أنكم صدفتونا. يا اهلا وسهلا. كل التوفيق لكل المشتركين. مثل ما قلنا انتم مجرد ما نحن هون نحن فائزين. والمسابقه لايمتى بتنتهي؟ النتائج يعني ايمتى بتظهر؟ الاحتفال بيكون ب 6 ديسمبر بكازينو لبنان. نعم. النتائج بتعلن وقتها. نعم. الجائزه كبيره اكيد ما في شك من هذا الامر. صحيح. وش اسلك؟
لا اكيد وي جونا ويش يو لك قد المبلغ غير في شيء بعد المبلغ 30000 دولار هو المبلغ اللي بتربحه يلي بتربح الومن انتربرينور اوف ذا يير اوكي ليه تشجعتوا تقدموا مثل ما قلت لك نحن قلنا نحن من رواد سيد نحن من سيدات الاعمال من 30 سنه فمعقول حدا ثاني ينزل فكان من الطبيعي انه نشارك بهيك مسابقه يعطيكم الف عافيه موفقين يا رب اهلا وسهلا فيك وان شاء الله نرجع نستقبلكم تكونوا انتم الفايزين شكرا لكم مشاهدينا بريكي عليهم بعد